شاركنا بمعارض فنية ومعارض رسوم وبالمسابقات البيئية للأطفال من عمر 10 سنوات لسن 13 سنة. وعندنا أطفالنا اليوم راح يقدموا فقرات كمان من مدارسنا الموجودين ضمن منطقة العباسيين. هذه المدارس اليوم مشاركة كلها بمسرحيات وفقرات فنية اللي بتعبر عن البيئة وحبهم للبيئة عبر أطفالنا. نشر التوعية البيئية بين صفوف طلابنا وأهالينا عبر المدارس وأنشطة تعريفية ومشاركة كل الفئات العمرية مع طلائع البعث واتحاد شبيبة الثورة وحزب البعث العربي الاشتراكي. كل هالفعاليات والمنظمات هي بتقوم بنشر التوعية عبر برامج محددة على مدار العام. المهرجان هدفه توعوي وبالإضافة لهالشيء أقمنا على هامشه مجموعة من المعارض والحفلات الفنية بقاعات وساحات كنيسة سيدة المياح في بطريركية الروم الكاثوليك في الشارع البيئي، وذلك للتعريف على مركز التوعية الذي أحدث في هذا الشارع. معي طالبات من مدرسة وحدة بنات الشهداء مشاركين بهذا المعرض من أعمال تدوير البيئة، من الأناني البلاستيك، أناني البقين وأناني الكولا، مستخدمين بعض من الأعمال وأناني الزجاج مع أنشارة الخشب، وأيضا مستخدمين الشوك البلاستيكية مع السيديات لأعمال فنية للاستفادة منها وأنجزوا أعمال ممتازة. رح نقدم عرض مسرحية أرنوب صديق البيئة اللي هي تهدف إلى توجيه الأطفال حول العناية بالبيئة والنظافة العامة، وطبعا المسرحية ترجمت وطبعت بعدة لغات بالعالم من ضمنها اللغة الروسية، وفيها أغاني موجودة تشير على أهمية حماية البيئة والمدرسة والاهتمام بالمدرسة والعلم.